اهلا بيكم. هنحضر في فيديو النهارده وصفتين حلوين جدا للمكرونه. هنعمل المكرونه بالكريمه والريحان والفريخ، حاجه كده وهم. الريحان ده اختراع عظيم جدا جدا. تاني حاجه هنعمل كمان مع بعض المكرونه بكرات اللحمه، حلوه جدا وبسيطه. وهقول لك النهارده اسرار المكرونه كلها، ازاي المكرونه بتاعتك تبقى مظبوطه وما تعجنش منك. بس كملي معايا الفيديو ده لحد الاخر. انا بسمة الفيومي، لو اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا علامه الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديده. وما تنسوش لايك وشير للوصفه لو عجبتكم. ويلا بينا نبدا وصفتنا. اول حاجه هنعمل مكرونه بالريحان والفراخ. هنحتاج مع بعض نص كيلو من الوراك، انا مقطعاه مكعبات صغيره، ممكن تستخدموا صدور. هنحتاج كيس من المكرونه، كوبايه من اللبن، معلقتين من الدقيق، ومعلقتين من السمنة او الزبدة او حتى الزيت. هنحتاج كمان علبة كريمة اللي هي 200 ملي. انا مستخدمة المراعي، المراعي هي احسن كريمة في السوق بالنسبة لي، مش بحب جهينة خالص. المراعي حلوة جدا وطعمها فريش جدا جدا، وكمان هي كريمة حيواني فهي صحية جدا. تعالوا بقى نسلق المكرونة، لان حد سألني ازاي بسلق المكرونة. بجيب المية بتاعتي، بسيب المية تغلي على النار، حلة كده تكون كبيرة، بسيب المية تغلي واحط معلقتين من الملح، معلقتين صغيرين من الملح. ما بنحط زيت خالص في ميه سلق المكرونه، اوعوا تعملوا كده. هحط المكرونه بتاعتي وهقلبها، وهسيب المكرونه على النار اقل من الوقت اللي مكتوب على الكيس. كل كيس مكرونه انتوا بتشتروه بيبقى مكتوب عليه الوقت بتاعه قد ايه، احنا هنحطها اقل عشان انا عايزاها تطلع لسه ما استوتش قوي. ده مهم جدا عشان المكرونه بتاعتك ما تعجنش. تعالوا بقى نعمل صوص البيستو اللي هو خاص بي انا لوحدي، لان البيستو الاساسي بيتحط له صنوبر وبيتحط له جبنه بارميزان. انا بعمل بيستو كده موفر اقتصادي. هنحتاج نص كوبايه من الريحان، هنقطف الريحان ونغسله قبل الاستخدام على طول، مش بنغسله ونسيبه. هنحتاج كمان نص كوبايه من الجبنه الرومي القديمه، 3 فصوص من الثوم، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعلقه صغيره من الملح. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، مش محتاجين خالص لصنوبر ولا جبنه بارميزان. هو طعمه قريب من صوص البيستو جدا. في الكبه بتاعتي هحط زيت الزيتون، هحط الجبنه الرومي، هحط الملح والثوم. لو في ناس مش بتحب الثوم ممكن تقللي كميه الثوم عن كده او تلغيها تماما برضو لو انت مش بتحبيه. الريحان يتغسل، يستعمل على طول عشان اول ما بيتغسل بيسود. هضربه لحد ما يبقى صوص كده كريمي جدا معايا. ده ممكن اصلا تشيليه في التلاجة، تحطيه في برطمان وعليه شوية زيت زيتون من فوق، تستخدميه مع اي حاجة، مع الجبن، مع المكرونة، مع اي حاجة. انا حطيت الفراخ بتاعتي، حطيت شوية زيت زيتون، حطيت الفراخ وهرش عليها رشة من الملح وهقلبها كده تاخد تشويحة. حطيت كمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هقلبهم بس مع بعض كده الفراخ تتشوح شويه، وممكن تسلقوا الفراخ لو انتوا مش حابين تشوحوها وتضيفوا دهون كمان زياده. في الحله بتاعتي هحط الزبده او السمنه او الزيت، وهنزل عليهم بالدقيق. مقدار الدقيق قد مقدار الزبده او السمنه او الماده الدهنيه اللي انت بتستخدميها. هقلب لحد ما ياخد لون كده خفيف، كاني بعمل بشاميل بالظبط. بعد ما خد لون هنزل باللبن بتاعي وهقلب، وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي. هحتاج ايه؟ هحتاج نص معلقه من الملح، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ومكعب من المرقه. ممكن تستغنوا عن الحبهان لو مش حابينه، بس انا بحب نكهته وبحب طعمه. وهضيف كمان كوبايه من ميه سلق المكرونه. ايوه، الميه اللي احنا سلقنا فيها المكرونه هناخد منها كوبايه ونضيفها على الصوص ده. انا بستخدم ميه سلق المكرونه على طول في صوص المكرونه، بيخلي طعمها حلو جدا. الطلاينه، الشيفات الطلاينه، اشهر الشيفات الايطاليين في العالم بيعملوا كده، صدقوني هتفرق جدا في طعم المكرونه وهتخلي طعمها حلو جدا. حطيت بقى الفراخ بتاعتي وهسيب الصوص بتاعي ايه يغلي. قبل ما يغلي كمان هضيف له معلقه من البيستو اللي احنا عملناه مع بعض. الصوص غلي، هضيف الكريمه، هضيف نص كميه الكريمه، والنص التاني هسيبه قبل ما انزل المكرونه واغرفها بالظبط. هقلب والخليط بقى ابتدي ده يغلي. اول ما يغلي انا عايزه، شايفين الخليط خفيف ازاي؟ تقل منك في اي لحظه وحسيتي ان هو تقيل قوي، هنضيف له لبن، هنضيف له ميه، المهم يبقى قوامه بالقوام ده بالظبط. هضيف المكرونه بتاعتي وهقلب تقلبتين كده لحد ما المكرونه كلها تتغلف بالصوص وتغلي غلوه بسيطه جدا. انا عايزاها كده بالظبط. الصوص ده لما بيقعد بيتقل شويه فنزلوه هو لسه خفيف شويه. كمان احنا لسه ما ضفناش الكريمه، فالكريمه هتخف الصوص شويه.
اضيف الكريمه قبل التقديم على طول، يعني قبل ما تقرري تغرفي هنحط الكريمه، ده بيخلي طعم اي وصفه فيها كريمه فريش. يعني اي وصفه فيها كريمه انا بسيب جزء من الكريمه كده في الاخر احطه قبل التقديم على طول، ريحتها تجنن. المكرونه دي حلوه جدا جدا، انا زي ما قلت لكم انا بحب الريحان جدا، سهله وسريعه، وصدقوني احلى 100 مره من ناكلها في اي مطعم. انا اصلا صراحه عمري ما اكلت مكرونه بالكريمه بره واقتنعت بيها، بقتنع على طول باللي انا بعملها في البيت. هرش رشه كده من الجبنه الرومي او الجبنه البارميزان وبس، وده طبق المكرونه بتاعي جاهز، طعمه حلو وريحته حلوه ولازم تجربوه. لو انتم مش بتحبوا الريحان ممكن تمشوا على كل الطريقه وتستغنوا تماما عن الريحان وتعملوا مكرونه بالكريمه والفراخ. ممكن كمان تضيفوا مع الفراخ مشروم، او تشيلوا الفراخ وتضيفوا مشروم، برضو بيبقى حلو جدا جدا. هي دي نفس الطريقه بتاعت، هي الطريقه الاساسيه بتاعت المكرونه بالكريمه، هي دي. اي اضافات بقى دي بتاعتكم انتم. للوصفة التانية هنحتاج 200 جرام من المكرونة الفوتوتشيني او الاسباكيتي زي ما انتوا عايزين، بس انا الفوتوتشيني بالنسبة لي احلى، الصوص بيمسك عليها اكتر. هنعمل ايه؟ هنحتاج ايه كمان؟ هنحتاج نص بصلاية مفرومة ناعم، كوباية من عصير الطماطم، معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم، ومعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة او الزيت، اي مادة دهنية. هنحتاج كمان ربع كيلو من اللحمة المفرومة، والتوابل بتاعت الصلصه بتاعتي هنحتاج لها معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بابريكا، وربع معلقه من الزعتر، وربع معلقه من السكر، ومكعب من المرقه. انا بضيف السكر مع اي حاجه فيها صلصه، هتظبط لك طعم الصلصه جدا وهتخليها حلوه جدا جدا. بس دي التوابل بتاعتي. هنحتاج بقى لكور الكفته اللي احنا هنعملها نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. مش حابة اضيف فيها حاجة اكتر من كده، هو كده كده الصوص، هي هتشرب من الصوص وهتاخد كل نكهة التوابل اللي احنا ضفناها في الصلصة. اول خطوة هعملها هاخد اللحمة، هاخد نص كمية البصل، يعني انا مستخدمة نص كوباية من البصل المفروم، هاخد نصها، يعني هاخد ربع كوباية تقريبا، الملح والفلفل، هعجن الكفتة بايدي كده عشان تبقى طرية وناعمة واقدر اشكلها بالمنظر ده بالظبط. هبدا بقى اخد الكور، هاخد منها وعامل كور صغيره، حجم الكور بقى زي ما انتوا عايزين. ممكن اصلا لو انتي مش حابه تعملي كور واعمليها باللحمه المفرومه بس، يعني شوحي اللحمه وتحطي عليها الاضافات بتاعتنا بتاعت الصلصه، وبعدين حطي فيها المكرونه، وبرده بتبقى حلوه جدا جدا. عملت الكور بتاعتي، هعمل ايه؟ هروح على الطاسه هحط فيها الزبده او زي الزيت او اي ماده دهنيه انتي بتستخدميها، وهنزل بيها بكور الكفته بتاعتي، ومش هقلب. خلي بالكو الكفتة بتتهري بسرعة، هنسيبها على النار لحد ما تتقفل كده مسامها وبس. الكفتة بتاعتي استوت ولسه طرية شوية، ما استوتش اللي هو استوى الكامل، يعني بقى لها قولي زي مثلا بقى لها على النار مش اكتر من 5 دقايق كمان. في نفس الطاسة هنزل بالبصل هشوحه شوية، وبعدين هنزل بالثوم وهقلبهم مع بعض كويس تشويحة كده خفيفة، وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي، التوابل والسكر والمكعب المرقة، وهقلب كويس جدا. وبعدين هنضيف عصير الطماطم بس، وهنقلب وهنسيب بقى الصوص بتاعي ده يتقل كده على نار هادية براحته عشان يديني صوص حلو ولونه حلو جدا. سلقنا المكرونة بنفس الطريقة اللي سلقنا بيها المكرونة بالكريمة، مية سخنة بتغلي، حطينا فيها معلقتين من الملح وحطينا المكرونة بتاعتنا. اوعوا تحطوا زيت في مية المكرونة، دي غلطة شنعاء. قلبتها شوية وبعدين ضفت الكور الكفتة بتاعتي، وهقلب وهسيبها شوية على النار لحد ما تغلي بس، وكله يشرب من طعم بعض. أكلة سريعة جدا جدا جدا، يعني مفيش أسرع من كده. أنا صراحة بعشق المكرونة، وبحب أعمل وصفات مكرونة كتير وبنكهات مختلفة وأشكال مختلفة. وصفات المكرونة ما بتخلص، يعني ممكن نتكلم من هنا لبكرة عن وصفات تقدر تعمليها بالمكرونة، حاجات تضيفيها للمكرونة وتحطيها يعني المكرونة دي أكلات اللي أنا بحبها جدا جدا يعني. بس ودي المكرونة بتاعتي حلوة جدا،
نصيحتي في المكرونة عامة يعني ان انتي هتحطيها في الصلصة، يبقى هتحطيها في الصلصة هتتاكل في ساعتها. ما تغسليش المكرونة بكل مكان، هو المكرونة اللي انتي مستخدماش كويس مش محتاجة خالص خالص تغسليها بعد يعني سلقتي المكرونة ما تغسليهاش خالص. ما تضيفيش مية في سلق، ما تضيفيش زيت في مية سلق المكرونة. ودي تقريبا كل الحاجات اللي محتاجين انت عارفينها عن المكرونه. هسيب لكم ان شاء الله المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف تحت الفيديو، مقادير الوصفتين بكل حاجه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.